31 في شهر 7 كيف العاده واحد الشهر اخر تسالى من 2021 وهذا الشهر هذا هو شهر 7 شحال باقي لنا من 2021 مازال لنا 5 ديال الشهور السؤال اللي كنطرح ديما في كل بيلون ديال الاخر ديال الشهر هو اشنو درتي في هذا الشهر هذا اللي داز يعني شهر 7 فين وصلتي في الاهداف ديالك واش افونسيتي واش زدتي واحد الخطوه لقدام ولا مازال بلاصتك واش انت غادي مع المخطط اللي حطيتي في الاول ديال العام ولا ما درتي حتى شي حاجه انا ما غاديش نلومك في هذا الشهر 7 حيت الغالبيه ديال الناس كياخذوه كواحد الفتره ديال الراحه من بعد واحد العام ديال القرايه ولا ديال الخدمه سورتو الناس اللي كتكون عندهم القرايه كيكونوا بداو من شهر 9 ففي شهر 6 كيكونوا صافي سالاو امتحانات سالاو القرايه فكياخذوا هذا الشهر 7 كاستراحه باش يرفعوا على راسهم ماشي مشكل ولكن ما خاصكش تاخذ واحد الشهر اخر عاوتاني حتى هو راح يعني شهر 8 اللي جاي إذا كنتي ما استغليتي الشهر 7 فهذاك خاصك تستغلو باش تزيد واحد الخطوة قدام نحو الأهداف اللي باغي تحقق في الآخر ديال العام دونك أنا غادي نتسنى الإجابة على هذا السؤال في لي كومونتير لتحت أشنو درتي في هذا الشهر 7 اللي فات دابا ندوزو للبيلون ديالي ديال هذا الشهر كيف العادة هذا الشهر هذا ما كانوش فيه فريمون بزاف ديال الأحداث ما كانوش فيه زعما بزاف ديال الحوايج ولكن حاجة اللي كنت مركز فيها بزاف هذا الشهر هي أنني باغي نبدا واحد لي كونسيبت جداد وبقيت خدام عليهم هذا الشهر كامل ونورمالمون نورمالمون كان خصني ضروري لونسيهم سواء في الوسط ديال شهر 7 سواء في الاخر ديال شهر 7 وهادشي اللي كنت قلت في واحد ستوري شحال هذا ولكن ما كملتش وتقريبا ما غادي يتلونساو دابا حتى الاول ديال شهر 8 يعني السيمانه الاولى ديال شهر 8 ان شاء الله غادي نلونسي ديك الساعه دوك لي كونسيبت جداد كما لاحظتوا معايا الديدلاين ما تحترمش يعني نورمالمون كنخصني نلونسي داكشي في شهر 7 يعني عطلته واحد شويه ولكن هادشي ماشي مشكل المهم هو انني بقيت خدام وما حبستش الديدلاين كيدار علاش كيدار باش انك تحط على راسك ستريس على انك تخدم وما تبقاش جالس يعني الا ما كانش ديدلاين لا تبقى غير ما مصورش تقدر تعجز تقدر تقول واحد الشيء خليه حتى من بعد وما تصوقش داكشي علاش ديما كتلقاني في الاخر ديال الشهر كنجي وكنقول البيلون وتنقول ها شحال من شهر بقى حيت قد ما الشهور بداو كيتنقصوا قد ما ما غاديش يبقى الوقت باش تنوض تخدم على الاهداف ديالك مي حد الساعه راه 5 شهور راها مزيانه وكافيه باش انك تافونس ما كنقولش على انك صافي غتحقق الاهداف ديالك ولكن على الاقل تافونس يقدر انك تحقق الاهداف ديالك الا خدمتي فريمون واستغليتي هاد الخمس شهور اللي جاي دونك تقريبا هذا هو الحدث اللي فريمون كنت خدام عليه هاد الشهر كامل وسينو راه الفيديو كل نهار راه بقيت كنلوحو راه وصلنا اكثر من 200 فيديو هاد العام في 2021 سواء في انستغرام سواء في يوتيوب دابا اجي نهضروا على الاهداف ديالي كيفاش غادي معاهم كاين الهدف الاول اللي هو البيزنس ولا لا كرياسيون دو كونتوني غادي مزيان يعني راه نورمالمون دابا كنلوح فيديو كل نهار مازال محافظ عليها ما حبستش وهذا الشهر هذا كنت درت واحد البروموسيون على 4 ديال لي فورماسيون اللي كنت درتهم العام اللي فات سورتو لا فورماسيون ديال قوه العادات اللي استفدوا منها بزاف ديال الناس وكانت بالمناسبه ديال عيد الاضحى كاينين واحد جوج ديال الناس اللي تسجلوا في التدريب الفردي واللي غادي ندير معاهم لاكومبانيومون لمده ديال 3 شهور اجي دابا ندوزو للهدف الثاني واللي هو الهدف ديال الفيتنس هذا الهدف حتى هو غادي فيه مزيان من غير البيريود اللي كان فيها العيد سيرتو النهار الاول ديال العيد والنهار الثاني كنت شويه فليكسيبل يعني ما كنتش 100% في الدايت تقريبا نقدر نقول واحد 60% ولا 80% ديك يومين اللي فريمون ما كنتش محترم فيها طيب سينو بالنسبه للونطريمون راه حبستو في السيمانه ديال العيد حيت كنت سافرت وما كنتش بغيت نتخربق حيت ملي غادي نسافر راه خصني نبدا نقلب على لاصال باش نتريني فيها وملي غنرجع عاوتاني لكازا خصني عاوتاني نلقى شي صال حاله داكشي علاش ايفيتيت هادشي كامل وقلت غادي نحبس هذيك السيمانه حتى السيمانه اللي موراها وغادي نبدا وهي باش ترينيت هاد السيمانه هادي والحمد لله النتائج راه غاده وكتطور يعني النتيجه اللي كنت وصلت لها في الاول وكنت ساتيسفي عليها دابا راه غاده كتطور اكثر وعاجبني الحال اكثر حيت كنشوف راسي تنديفلوبا واحسن موتيفاسيون احسن حاجه تخليك تكمل هي انك تبدا تشوف النتائج ماشي في الشهر الاول ماشي في الشهر الثاني ماشي في الشهر الثالث دابا راه 5 ديال الشهور وانا كنتريني ومتبع واحد لاديه ودابا عاد بديت كنشوف باللي النتائج بدات كتزاد اكثر ودابا ندوزو للهدف ديالي الثالث واللي هو الاتقان التحدث باللغه الانجليزيه دونك تقريبا حتى هو نفس الحاجه مع الفيتنس دونك كيف قلت بانني دابا فرحان وبديت كنشوف واحد النتائج كبيره في الفيتنس فراه نفس الحاجه في الانجلي انا منباهر سورتو واحد جوج سيمانات راه بقيت غير كنشوف لاحظت بانني كنهضر بالانجلي وما عندي فيها تقريبا حتى شي مشكل حيت درت ديزابيل مع ناس من الميريكان ساعه ونص وما عندي حتى شي مشكل يعني كنقدر نكومينيكي لا بيرسون اللي كتسمع ليا كتفهمني مزيان وانا كنفهمها مزيان ولا ميساج بيناتنا دايزين بخير وسورتو دابا لاحظت باللي الدماغ ديالي ولا كيفكر بزاف بلونجلي يعني لونجلي ولات كدور ليا بزاف في الراس شحال هادي كنخصني حتى نبغي نكتب ولا حتى كيوصلنا شي ميساج حتى كنقرا شي حاجه عاد باش لونجلي ديالي تتحرك ولكن دابا كنلاحظ غير انا في الدار جالس ولا
انا مثلا كنقول باغي ندير شي حاجه وليت كنفكر فيها بلونكلي. دونك هنا النتائج دابا بداو تيبانوا، ماشي كنقول لك صافي حبس، ولكن بداو تيبانوا. وهذه هي الوقيته فاش نزيد نبراكتيس اكثر وباش نزيد نسمع لونكلي اكثر، حيت هادشي اللي غيخلي انه البروسيس ياكسيليري اكثر. وهكا بيان سور في الاخر ديال العام ولا قبل كاع من الاخر ديال العام نبدا نشوف واحد النتائج. مي غالبا غالبا قريبا غادي تشوفوا شي فيديو ديالي تنهضر فيها بلونكلي، هذا وعد مني وغادي نوفي به ان شاء الله. دابا غادي ندوزوا للامباكت ولا التاثير. بالنسبه للانستغرام اليوم وصلنا ل 65000 فولورز، بالنسبه ليوتيوب تقريبا ما بقى لنا والو ونوصلوا ل 10000 سبسكرايبرز في يوتيوب، اللي بالنسبه لي انا غادي تكون واحد الانجاز اللي كبير بزاف. يقدر بزاف ديال الناس يعتبروه غير واحد الرقم عادي، ولكن انا بالنسبه لي وفي يوتيوب اكثر من 500 فيديو راه واحد الانجاز اللي كبير كبير بزاف. ودابا اجي نهضروا على اشنو غادي يكون في شهر 8. ما غاديش نهضر لكم بالتفاصيل ونقول لكم اشنو غادي يكون، ما نخليكم تكتشفوا في الفيديوهات اللي جايين بوحدكم. بزاف ديال الحوايج غادي يتبدلوا وانتم مع الوقت غادي تكتشفوهم، وبيان سور غادي يكونوا بزاف ديال الهدايا، غير وجدوا راسكم. ودابا غادي نتوجه لك انت وغادي نسولك اشنو غادي دير في هذا الشهر 8. شنو هو الهدف اللي غتركز عليه؟ شنو هو الهدف اللي غتخدم عليه كل نهار في هذا الشهر 8 اللي بقى؟ نتسنى الجواب ديالك في الكومنتير. تهلا ليا فراسك، نشوفو ان شاء الله فيديو جديد.